ذا غليل زاج اللي البيع في دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. كنا بنبيع قبل كده بطريقة المزاد، لكن المرة دي هنبيع، هنجرب نبيع بطريقة البيع المباشر. يعني دول أربع زغاليل، هنقول لك إن دول أربع زغاليل فيهم جوز زغاليل مدبلين، فيهم الدبل أهو، دبل الاتحاد. حاول نجيب واحد أهو يا جماعة، فيهم جوز لابس دبل الاتحاد وفي جوز مش لابس دبل. هنقول أربع زغاليل بمية وخمسين جنيه، أربع زغاليل زاجل للبيع في دمياط. طيب عندنا ايه تاني؟ هنشوف لسه عندنا ايه، بس اما نشوف تاني باقي. المجموعة، معلش انا بصور لوحدي فمش عارف امسك الحمام او امسك الزغاليل اهو. الزغلول ده كان مضروب على دماغه، يعني اللي هو مش مفيش فيه حاجه، مش تعوره ولا حاجه، بس منتوش الريشه، محدش يفتكر ان دماغه فيها حاجه اهو. منتوش ريشه من دماغه، مفيش فيها اي حاجه يا جماعه، مش تعوره ولا اي حاجه. نجيب زغلول تاني، الرابع اهو اللي لابس دبلت الاتحاد، يبقى اربع زغاليل بمية وخمسين جنيه. هنجيب بقى عندنا مجموعة شباب، نجيبهم هم كمان ونصورهم ونقول على تمن. المجموعة دي كلها مجموعة زاجل معظمها اسود، هم طايرين في المكان يا جماعة، بس مفيش حاجة اهو. شوف احنا عندنا شباك سلك، شبابيك سلك مش مفتحين، ما بنطيرش الحمام، يعني هو طاير في المكان عشان ما حدش ياخد مني الحمام ويقول الحمام رجع لك تاني. هو شباب اهو، انا المكان عندي مقفول، سقف صاج اهو، شبابيك سلك، شبابيك سلك اهي يا جماعة مقفولة بسلك، يعني محدش الحمام بتاعي ما شافش الشارع، طارش خالص بره في الجو، تمام. يبقى معانا مجموعه الزغاليل دي، هي مش زغاليل، هي مجموعه شباب عليهم خمس ريشات وست ريشات وسبع ريشات. هنشوف اهو المجموعه، اللي عايز المجموعة على بعضها ماشي، اللي عايز ياخد منهم حاجة يشرفني في دمياط بس يكتب لي وانا ابعت له رقم التليفون، هسيب له رابط الفيسبوك وابعت له رقم التليفون على الخاص. لو هو محتاج المجموعة كلها يكلمني، واللي محتاج منهم جوزين ثلاثة برضو يكلمني، مفيش مشكلة. احنا هنعمل، مش هنبيع المرة دي بالمزاد، لكن هنقول سعر الجوز مباشر. مش عارف المزاد ليه الناس بتتلخبط في موضوع المزاد ده، لكن احنا هنقول نبدأ نقول سعرهم كده كلهم المجموعة على بعضها، سعر الجوز 75 زيهم زي الزغاليل الجوزين اللي قلنا عليهم قبل كده. يعني احنا قلنا كده الجوزين الزغاليل بمية وخمسين جنيه، وهنقول دول برضو الجوز بخمسة وسبعين زيهم زي الزغاليل، زي ما بقول لحضرتك عليهم خمسة وست وسبع ريشات، مش اعمار، الاعمار مش واحدة، اعمار مختلفة، لكن هم كلهم شباب مفيش فيهم زغاليل.
نفتح الباب كده ونشوفهم مع بعض. حمام بيطير يا جماعة. يبقى لو انت عايز تشتري انا هسيب لك رابط الفيسبوك، تكلمني اكتب لي في تعليق اول على الفيديو، وبعدين لو انت محتاجهم بنفس السعر اللي احنا قلنا عليه اسيب لك رابط الفيسبوك في التعليق او في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.